بالنسبة للسؤال، الأم اللي حلفت على المصحف إنها ما تكلمش ابنها وعايزة بتقول أرد يميني، تعمل إيه؟ عايزين نقول لها ربنا يبارك في عمرك يا رب ويجزيك خير على سؤالك وعلى حرصك. أما بالنسبة للحلف اللي حلفتيه، فبنقول لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الإنسان إذا حلف على شيء والشيء ده فيه قطيعة رحم أو فيه أمر محرم، النبي علمنا كده قال فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمين. فمفيش حاجة اسمها رد يمين، وهي تكفر كفارة يمين، تخرج من هذا اليمين وتكلم ابنها ولا تعود للحلف على امر محرم قطعا مره ثانيه. زكاه المال تكون واجبه في المال، فالانسان اقلت الانسان سواء كان زوج او زوج اذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وجب عليه ان يخرج الزكاه بغض النظر انا زوجه او بزوج. فالزوجه اذا بلغ مالها النصاب وحال عليه الحول وجب عليها هي ان تخرج الزكاه عن مالها، وكذا الزوج إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرج الزكاة عن ماله. يبقى الزوج لا يخرج زكاة المال عن زوجته إلا بإذنه وبإذنها وبرضاه هو، لا يجبر على ذلك. أما زكاة الفطر فالواجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته ولو كانت الزوجة ميسورة، كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، أنه لا مانع شرعا من وضع المال الإنساني في البنك في شهادات استثمار والانتفاع بالفائدة أو الأرباح الناتجة من ذلك. القرآن الكريم ينفع المتوفى إن شاء الله. هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء، وغالبية الفقهاء من يعني الحنابلة هو من غالبية المعاصرين على وصول القرآن الكريم وانتفاع الميت به. وقد نص الإمام ابن قدامة نصا على هذه المسألة، فقال إن القرآن ينفع الميت ويصل إليه، واستدل لذلك بحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. قال الإمام ابن قدامة: والله كريم، والله غني، والله كريم أن يوصل إليه العذاب ولا يصل إليه الرحمة. فالقرآن ينفع الميت ويصل إليه إن شاء الله، ويكون سبب في رفعة في درجاته أو تكفيرا عن سيئاته. ونسأل الله أن يرحم موتانا جميعا وموتى المسلمين. اللهم آمين.